مباشرة تنضم إلينا الآن تغريد الأحمد المستشارة التنظيمية في مؤسسة 15 دقيقة أو 15 دقيقة. أهلا بك سيدة تغريد، في البداية لنتحدث عن هذه الإصلاحات الجديدة التي صدقت عليها وزارة المواصلات الإسرائيلية. إذا نظرنا إلى مسألة وملف المواصلات قطريا، قد يخيل لنا أن هناك مشكلة عميقة حلها قد يتطلب هيكليات جديدة وليس مجرد إصلاحات. توافقين هذا الرأي؟ مساء الخير لك ولجميع المستمعين. أولا هنالك يعني يجب أن نعمل على خطين متوازيين. أولا هنالك خطط استراتيجية التي يجب أن تغير المنظومة والهيكلية التاريخية لكورانا ومدننا العربية، وهذا يتطلب جهد كثيف وفترة طويلة من الزمن. ولكن لا يعقل أن ننتظر عشرات السنوات بعد لكي نؤهل البنى التحتية في تجمعاتنا سكان الكرة والمدن العربية لكي نستعمل المواصلات العامة العمومية والتي تؤثر على جميع جوانب حياتنا، وهي ليس موضوع، وهذا ليس موضوع تقني، هذا موضوع حيواتي هام جدا في حياتنا اليومية. هنالك بعض الحلول والإصلاحات المؤقتة أو الأنية الحالية، ولكن أريد أن أعلق أيضا على ما قال المواطن أعتقد مريض الناصرة. نعم أن هنالك عامل ثقافي فعلا، ولكن أيضا هنالك مسؤولية على متخذي القرارات من وزارة المواصلات والسلطات المحلية أن تخطط وتنفذ مشاريع المواصلات العمومية بحسب احتياجات الجمهور الدقيقة. يجب أولا أن نبحث ما هي احتياجات جمهورنا وإمكانياتنا والبنى التحتية المتواجدة عندنا، وبعدها نخطط وننفذ المشاريع والإصلاحات. لكن في النظر ربما سنعود للنقاط المتعلقة بالمجتمع العربي والمدن والقرى العربية والمشاكل التي تواجهها، لكن إذا ما نظرنا من جديد قطريا على مشكلة المواصلات، فهناك مشكلة جدية جدا في وتيرة الحافلات، وتيرة القطارات، الشوارع، البنى التحتية. لماذا الواقع على هذا النحو أو على هذا الشكل؟ هناك عدة عوامل تؤثر على هذه القضية. أولاً هناك أزمة عامة على مستوى الدولة. هذه الدولة تعاني من أزمة اختناقات مرورية صعبة ومركبة جداً، أعتقد من أصعب مشكلات على مستوى العالم على فكرة. ثانياً هناك المجتمع العربي، خاصة أنا سأتطرق أكثر إلى المجتمع العربي بما أني أعمل في جمعية تسمى جمعية 15 دقيقة، وأركز وأعطي استشارة تنظيمية بكل ما يخص المجتمع العربي، لأنني أؤمن، وأنا أصلاً أعاني من مشكلة شخصية أنني أعمل في مدينة وأسكن في مدينة أخرى، ويتطلب مني أن أسافر من مدينة إلى أخرى، الوقت يعني خيالي لكي أصل إلى مكان العمل، وهذا ليس عادلاً. المجتمع العربي يعاني من مشكلة بنى تحتية صحيح جداً، ولكن من ناحية أخرى هنالك عدة حلول وخطط عمل لإدخال مواصلات عمومية للكرة والمدن العربية بحسب البنى التحتية الموجودة حالياً. طب ألا تشكل المجالس المحلية جزءاً من هذا الحل ومن التخطيط داخل المجتمع طبعاً العربي؟ طبعاً تقع المسؤولية على الوزارة ووزارة المواصلات، ولكن أيضاً على السلطات المحلية هنالك مسؤولية مشتركة، وأيضاً على الجمهور. وأريد أن أنوه في هذه النقطة أننا في جمعية 15 دقيقة افتتحنا وللمرة الأولى على مستوى الدولة خط توجهات في اللغة العربية لكل مشكلات المواصلات العمومية في المجتمع العربي. الرجاء التوجه إلى موقع 15 دقيقة والدخول إلى خط التوجهات وكتابة شكاوي بما يخص وتيرة الباصات ومشكلات الأزمة، أزمة السير، وأيضا إن كان أي بلد عربية لا تدخل حيز المواصلات العامة العمومية التي تناسب احتياجات الجمهور، الرجاء التعاون وكتابة على يعني بأدق التفاصيل على المشكلات، ونحن نحولها إلى قضايا ونتوجه بها إلى متخذي القرارات مثل وزارة المواصلات والسلطات المحلية.
جزيل الشكر لك. أنا أعتذر الوقت داهمنا. بس بدي أنوه بس سريعا. بس آخر نقطة، هنالك الخطة الاقتصادية الجديدة والتي يعني المفروض أن تصرف ملايين الشواقل على المجتمع العربي بكل ما يخص البنى التحتية وخاصة في المواصلات العمومية. رجاء من السلطات المحلية استغلال هذه الميزانية والتي يمكن أن تساعد بشكل كبير وجذري لحل مشكلة المواصلات العمومية. صحيح. أشكرك يا سيدة تغريد الأحمد المستشارة التنظيمية في مؤسسة 15 دقيقة. كل الشكر لك.